السلام عليكم الاخوت، حنا فايتين شفنا هاد الكوموند هادي ديال تاتش كنكريو بها فايل. ريموفيو داك هيلو يبقى لنا فايل. اوكي كرينا فايل دوت تي اكس تي، مزيان شي شحال زوينه. تاتش فايل، دابا نشوفو المحتوى ديال الفايل. شنو غادي نلقاو؟ المحتوى ديال الفايل اصلا هو خرج لنا خاوي، هو اصلا فايل خاوي. نجي نتاكدو، نديرو نانو فايل نلقاو خاوي الشيء كنترول اكس. اوكي دابا عندنا واحد الكوموند جديده اللي هي ايكو كاندي مثلا بحال هكا. يعني شنو كدير؟ هاد ايكو كطبع في الشاشه، كطبع كاندي. اوكي ولكن حنا بغينا نستغلو هاد الكوموند اللي هي ايكو باش نطبعو في الفايل، ما نطبعش في الشاشه، نطبعو في الفايل. يعني ايكو كاندي فيم اكبر فايل دوت تي اكس تي، مزيان. ولا ما كانش عندنا الفايل ماشي مشكل، ايكو لولي بوب كاندي دوت تي اكس تي ls شير كاندي دوت تي اكس تي مثلا. غادي ندير نفس الكوموند غير نغير فيها غير كلمة لولي بوب. كيك نمشي للكاتيني والمحتوى ديال كاندي. كاندي شنو تكتب لينا؟ كيك، يعني تبدل دابا المحتوى ديال كان المحتوى ديال لولي بوب، المحتوى ديال كاندي دوت تي اكس تي اللي كان فيه لولي بوب تبدل المحتوى ديالو ديال الكيك. اوكي دابا غادي نتعلمو نديرو اباند، نديرو اباند يعني نكتبو سطر الجاي. اوكي نيو لاين ياك، نديرو ايكو هاد العلامة هادي باش ما تخص باش ما سبيس ما ديرش دوسنا مشاكل. نيو لاين كاندي شوب فين ها جوج ديال الاكبر. هنا ما غاديش نخسر المحتوى ديال الفايل، بالعكس غادي نزيد فيه الكاتيني والمحتوى ديال الفايل. مزيان ها ولات كيك، ها هي ولات نيو لاين كاندي شوب. دابا تعلمنا كيفاش نستغلو هاد الكوموند ايكو باش نكريو فايل ونطبعو فيه او نديرو اباند. ولكن اهم حاجه تعلمناها هو نخشي كلشي في جيو ام اي مثلا ولا المهم نخشي كلشي باش الاسباس ما تاثرش علينا.